سكالت كوكيز يا ويلي رهيب. ونبدأ نضيف زبدة بحارة البيت، سكر بني، نضيف حليب مكثف، ثم شوية فانيليا، ثم نخلط 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 دقيق متعدد الاستخدام، نشا، بيكنج بودر، نخلطهم ونضيف كل شيء مع بعض ونخلط نخلط 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 لين يتكون معنا عجين لونها أخضر. نجيب السكالت كوكيز ونحط الكوكيز فيها، نضيف عليه قطعة شوكولاتة ومكسرات ونحطه بالفرن، ثم تقديم نضيف معه كور آيس كريم، نزينه بالكراميل. أنا أروني أحب الكوكيز، ثم عوا فيه.